السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الأول في بيكينج سيريوز. سوف نستعرض كيفية عمل بيكينج لتيكتشر برو سيجورال. أولا نبدأ بيو في سفير. بعد ذلك مفترض أن اليو في سفير أوريدي معمول جنريت يو في، بحيث لو ذهبنا إلى اليو في إديتور هنجد أن اليو في فعلا مطبقة بهذا الشكل، أن في يو في. لو محتاجين نضيف يو في معين فممكن نعمل وليكن ابلاي سيم، نختار وليكن هذا الفيس ويو سيلكت اول ويو فولو اكتيف كواد. لكن نذهب إلى UV Editor بعد ذلك هيكون في عندنا هنا يبقى عبارة عن Shader Editor. هنضيف Material وليكن برو، هنضيف بريك تيكتشر وهنوصل البريك بالبيز. ده عبارة عن التيكتشر الحالية. بعد ذلك نذهب الالوان الفعليه حاليا اللون الابيض والجري والكلر، هما 3 الوان، فممكن يتم تغييرهم عن طريق الكلر رامب. فاللون الاسمر يتم تحويله وليكن الى لون بهذا الشكل. بعد ذلك ممكن نضيف ستوب وهنحول هذا الكلر الى هذا الكلر، واللون اللي هو الوايت تغيره إلى لون بهذا الشكل. كلام سليم. ليه بنعمل بيكنج؟ البيكنج لأن لو هنعمل اكسبورت لأي ريندر انجن أو أي جيم انجن، ف مش الجيم انجن مش هيفهم التكشر دي، لازم تبقى بيكنج بحيث يبقى كل التكشر على هذا الموديل عبارة عن تكشر واحدة فقط. ف هنضيف نذهب إلى UV Image Editor وهنضيف Resolution تبقى هنا by default 1000 في 1000، ممكن لو نزودها 2000 في 2000 على حسب الموديل نفسه. ونسمي هذه التكتشر Sphere Baked، وليكن Sphere Baked. ثم بعد ذلك هنضيف هنا image texture ونختار سفير بيكد، ونتأكد ان الايمج تكتشر مختارين الايمج تكتشر عن طريق البوردر، وهنذهب هنا الى السفير ونتأكد ان اخترنا السفير. البيكنج ما فيش بيكنج في ايفي، هنعمل تشينج من الايفي للسايكلز. لو الموديل بسيط ممكن بيكنج على الجي بي يو ما فيش مشكلة، لكن لو الموديل كومبلكس فبنختار السي بي يو. فبما ان الموديل بسيط للغايه فنستخدم الجي بي يو. على حسب الريندر هيبقى الكواليتي بتاعت التكتشر النهائيه، وعلى حسب ايضا الريزولوشن 2000 في 2000. فالوقت البيكنج بيعتمد على حاجتين، على حسب التكتشر وعلى حسب الريندر سامبلز. ممكن نختار هنا ممكن نعمل بيكنج فقط للديفيوز، ممكن نعمل بيكنج فقط للنورمال، ممكن نعمل بيكنج فقط للجلوسي او الكومبايند جميع معظم الشيدر او معظم الشانلز بتتجمع في شانل واحدة. فنبدأ بالديفيوز هنا في مارجن وكلير ايمج. افادة الكلير ايمج بمعنى لو في هنا تيكتشر 2 تيكتشر او 2 شيدر او هذا الموديل في اكتر من تكشر،
فإذا هنلغي هذا الايمج، لأن هنعمل بيكنج 3 مرات، ففي كل مرة هيلغي الصورة السابقة، فهنلغي تفعيل هذا الكلير ايمج، وممكن نشرحه في درس قادم بإذن الله. كلام سليم. بعد ذلك هنعمل بيكنج، وهيبدأ عملية البيكنج، وننتظر على حسب البيكنج. بيبدأ من عدة ثواني إلى ممكن يصل إلى عدة ساعات، على حسب الكواليتي، أو على حسب الريندر سامبلز. حاليا انتهى من البيكنج، فممكن نذهب الى اليو في اديتور، فنجد ان البيكنج تكتشر بهذا الشكل، لكن في نسينا جزء معين، نسينا نضيف كلر. لو استخدمنا الايمج بهذا الشكل، فتكون الصورة طبعا هتكون اغمق من اللازم. فالمفترض كنا نذهب في 3D فيو بورد ونضيف عدة كلرز، كنا نضيف لايت هكذا، ونضيف عدة لمبات بهذا الشكل، ثم نعيد البيكنج نعيد البيكنج مرة أخرى. لكن اختصار الوقت، هنستخدم الإيميج الموجودة حاليا وسيف أز. ثم بعد ذلك نذهب في الشيدر اديتور، هنلغي كل السيت اب القديم، ممكن نلغيه ونضيف emission color to color وال emission to shader. بذلك أصبح عندنا في الفيو بورد البيك ديتكشر بهذا الشكل، ولكن نلاحظ إن كان السيت أب السابق كان فيكتور، لكن هذا السيت أب بيكسل. دي أبسط طريقة لعمل بيكنج، ونستكمل إن شاء الله دروس البيكنج في هذه السلسلة.